عشان اخذ رقم تليفون الاستاذ. ما عرفته الاستاذ مذيع بالتلفزيون تبع الكادحين. مذيع ولا كادح انا ما دخلني. الوقفه هون ممنوعه، ما بعرف ايش يصير. هات وراك. رح نمشي يا روحي، رح نمشي. انا اللي وقفت الحق علي، زرعت دقنا هالمره. اعمل معروف ما حدا بحكي معك، لو سمحت اعطي وراك. طيب شو عملنا؟ اعطيني وراك ولا تاخذ وتعطي معي. لا سيدي ما راح اعطيك وراي. انزل السيارة حيا فهم لكان. ايه على راسي. وين نزلت من السيارة؟ على شو بدنا نتفاهم؟ انت مخالف. طول بالك شوي. اعطيني وراك. لا حول ولا قوة الا بالله، عم بفهمك بس شوية. هات وراك. لا اله الا الله. لا حول ولا قوة الا بالله. وين يا استاذ؟ لك يا استاذ؟ اعطيني وراك. لك طول بالك، راحت علينا الرزقة شباب. هات وراك. حاضر. وين 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 الأستاذ؟ لجوا مشان المسابقة. أنا المسابقة؟ هلأ من شي ساعة قالوا إنه أول واحد من مواليد 2008 بيوصل على التلفزيون بيقبض 25,000 ليرة. آه فهمت عليك، قصدك برنامج شلف الشمس وخذها. أيوة هذا هو. إيه أهلا وسهلا، ممكن هوية بالله؟ إيه على عيني وراسي ولو. وين بعد هوية؟ وين راح هوية؟ رجعت هوية؟ لا بس اكيد نسيانه بالبيت. يعني ما بقدر ادخل بالهويه. بلا من دخلك ما في مشكله، بس ما راح تستفيد شيء. يعني شلون بدك تثبت انك من مواليد 2008 وما معك هويه؟ بعدين في ثلاثه فاتوا قبل منك واكيد ما راح تلقى. مبروك استاذ. الله يبارك فيك. المعلوم مستني كله 25,000 ليرة. هيك هو حالك. يخرب بيته وبيت بيته. لو كان عندي سيارة مثل هي أكيد كنت وصلت قبله، وما كنت التهجت هاللهجة ونسيت الهوية. أهلين وسهلين أبو الضاع. أهلين أهلين. دخيلك دخيلك، رجعني طعم لي عرضك يا من يومين. دخيل عينك. ولا يهمك ولا يهمك، ان شاء الله اليوم المساء بودي لك يا عم. لا لا شو المساء، اليوم بدي اياك تطلع التلفزيون. شوفي من شوي قالوا بالتلفزيون اللي اول واحد يوصل لعنده ومعه فرن قديم بيربح 10,000 ليرة. اها مشان هيك الحاره قايمه قاعده. لك انا عمي كله بده يلحق حاله. ودخلك هدول كلياتهم معهم فرنكات قديمه؟ لا ما معهم. لكن شو؟ لسه ما من براس الحاره، عم يبيع الفرنك ب 200 ليره. شو هالحكي؟ لكن لروح دبر حالي بشي فرنك قبل ما يخلصوا. لا عم بتقوم زيت. لحظة لحظة.